يا ترى ايه بقى الاهميه الاقتصاديه لمشروع توشكا وكمان المشروعات الزراعيه الضخمه والعملاقه اللي بيتم تنفيذها في الفتره الحاليه؟ ده سؤال بطرحه على دكتور احمد ابو اليزيد استاذ الاقتصاد الزراعي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. زي ما حضرتك تفضلتي احنا بنتكلم على مشروعات قوميه خاصه باصلاح الاراضي تمت. انا بس عايز اسالك السؤال اللي كل ممكن اسالك السؤال اللي اي مواطن في الشارع بيساله اول ما يشوف اول افتتاح يقول لك انا هستفيد ايه؟ فاحنا عايزين نجاوب عليه. هيستفيد حاجه مهمه جدا نقدر نقولها دلوقتي. العالم كله بيواجه في ظل تغيرات مناخيه عاليه وبوتيره سريعه وفي ظل ارتفاع غير مسبوق للطاقه بيعاني من تضخم. هذا التضخم يعني ارتفاع شديد جدا في كافة السلع الاستراتيجية والزراعية. يعني لو احنا لما نشوف جزء عندنا من بعض الحاصلات اللي بنستوردها من الخارج زي القمح، احنا النهاردة ما عدناش بنستورد سلعة بسعر طبيعي، احنا بنستورد هذه السلعة وبنستورد معاها تضخم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اصبح هناك ارتفاع عالي جدا وهائل في اسعار السلع. لو احنا سيبنا الموضوع كده دون ان يوازي استصلاح في اراضي بوتيره سريعه والتنميه اللي حضرتك شايفاها، المواطن هيعاني من غلاء في الاسعار. هذا الغلاء وهنتحمل الدوله بفاتوره دولاريه خاصه بالاستيراد عاليه جدا، فهذا هيحمل اخر المواطن يحس بالارتفاع. احنا شفنا في عز ازمه كورونا حضرتك يعني نفهم من كده احنا عندنا دلوقتي توسع افقي زراعي، منتجات زراعيه هتبقى موجوده متاحه اكتر لما العرض يبقى متاح والطلب بيقل لان العرض متاح فالسعر بيقل، يعاني من سعر ايه بيبقى في وفره وسعر اقتصادي. ليه؟ لان احنا مش كمان توسع افقي وبس، ده توسع افقي ورأسي. حضرتك سالتيني عن المشاريع القوميه اللي خاصه باصلاح الاراضي، احنا بدانا المشروع الرئاسي كان 4 مليون فدان. شفنا المشروع اللي سياده الرئيس افتتحه في كذا مرحله اللي هو 100,000 فدان صوب زراعيه او زراعه محميه، ولما اتكلم على 100,000 فدان صوب، فدان الصوب او فدان الزراعه المحميه الواحد يعني 8 فدادين، يدي مقدار 8 فدادين في الحقل المفتوح. ف 100,000 فدان صوب يوازي انتاج 800,000 فدان في الزراعه في الحقل المفتوح. شفنا مشروع مستقبل مصر اللي هو 750,000 فدان، تم استصلاح 275,000 فدان منهم على ارض الواقع، ومستهدف ان ده يستكمل ليشكل نواه للدلتا الجديده اللي هي 2.2 مليون فدان. شفنا مشروع استصلاح ال 1.5 مليون فدان اللي من نطاقهم النهارده مشروع توشكا اللي هيبلغ ان شاء الله حوالي 540,000 فدان، وشفنا مشروع الفرافره وغرب المنيا وغرب كومومبو وجنوب شرق المنخفض وشرق سيوه، وجاري استصلاح حاليا في سينا حضرتك، احنا شفنا في افتتاح محطه بحر البقر بتاعت معالجه مياه الصرف الزراعي 450,000 فدان في سينا، وشفنا مشروعات لاستزراع السمك غليون وشرق القناه والفيروز وبورسعيد وابو سلطان. شفنا النهارده المشروع دوت حضرتك يشكل ايه المشروع ده عشان برضو المواطنين يفهموا. احنا النهارده وتيره استصلاح الاراضي بتشهد نوع من التحديث لم يكن هذا التحديث موجود من قبل. احنا النهارده شفنا في الاصطفاف في ارض المشروع، شفنا المعدات اللي هي خاصه بتاعت استصلاح الاراضي واعداد الاراضي، شفنا معدات خاصه بخدمه الارض ومعدات خاصه بالزراعه والمعدات الخاصه بالحصادات. الميكنه الحديثه دي بتساعد على استسراع سرعه وتيره الاستصلاح، بتوفر وقت وبتوفر زمن. شفنا التحديث اللي حاصل من ناحيه الري، سواء كان ري من عندي في المشروع اتعمل بالفعل على ارض الواقع لحد دلوقتي حوالي 1103 جهاز ري محوري بالتوازي مع الري بالتنقيط، ولما اتكلم على ري محوري بالبيفوت يعني هتكلم على ترشيد مياه، لما اتكلم على ترشيد مياه يعني هستغل استغلال امثل لوحده المياه. شفنا ما حدث من تحديث خاص بالرقمنه. شفنا حضرتك الشاب الجميل اللي سياده الرئيس كان بيتفرج على بيشاهد النباتات وعمل بالجهاز الار كيو وشاف الار كيو لما بيعمل فيه على الشجره
النخله، بيديك الهيستوري او بيديك النخله دي اتزرعت امتى، النوع، الصنف، الاحتياجات اللي خدتها سواء كانت من المياه او من السماد. الكلام ده مع شبكه انذار مبكر خاصه بالمناخ، بتدي قراءه للمناخ هيبقى ايه، يبقى هدي شويه ميه قد ايه، يبقى هقاوم بايه، هسمد بايه. التحديث الزراعي دوت هو ده سر الانطلاقه والسرعه في الاداء لمشروعات احنا كانت بتتم قبل كده. المشروع النهارده بيتم في سنتين، كان بيتم قبل كده في 15 و10 سنين. شفنا اهتمام القياده السياسيه ليه بالكلام ده؟ لان عشان نخرج بقى من الوادي الضيق لكل الظهير الصحراوي اللي خاص، عشان يحصل توطين للمواطنين في ظل تنميه شامله. هو المشروع ده مش زراعي وبس، ده المشروع ده زراعي ومعاه صناعات بقية. هو مشروع متكامل. ما هو انا هوفر انا هوفر هخلي يبقى عندي ايد ماهره مدربه، ومش هعمل لها مكان يسكن فيه ولا يتعلم فيه. اكيد لازم احافظ عليه. تمام يا فندم. وبالتالي هيبقى مصدر جذب وتوطين للسكن، وهيبقى كل حاجه. هو بالفعل مشروع صاعد من اجل استدامه والحفاظ على حقوق الاجيال القادمه. يعني الاستيراد بيعمل للنهارده وحقوق الاجيال القادمه. وفي النهايه برضو انا عايزه اختم بجزء مهم جدا، المواطن اللي هو كل ما يشوف اي افتتاح يقول انا هستفيد ايه. حضرتك هتستفيد انك هتلاقي كل المنتجات متاحه، مش هتلاقي ابدا اي عناء في انك توصل لاي حاجه كنت عايز تشتريها بسهوله. يعني بلدك بتعمل كل ده عشان خاطرك. بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد ابو اليزيد، استاذ الاقتصاد الزراعي.